سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من السادس إلى العاشر من الشهر الجاري متابعات قضائية ضد 57 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثور الفوري. وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 23 منهم لمدة تتراوح بين 17 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية من 500,000 دينار إلى 1,000,000 دينار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: بسكرة، تمنراس، تشلف، أم البواقي، الجلفة، الأغواط، سكيكدا. وتهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني، خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة.